أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، شخص اقترض من البنك الربوي على أن يدفع لهم 10% زيادة عند الوفاء، والآن هداه الله وتاب ولا يدري ماذا يفعل، إذ أن موعد الوفاء قد اقترب، فهل يأخذ حكم المكره على ذلك أم يلجأ إلى المحكمة؟ ما حد الرد عن المحكمة، يلجأ إلى المحكمة، والمحكمة هي التي تتولى بيان الحكم له. والتوبة مقبولة، إذا تاب إلى الله توبة صحيحة الله يتوب على من تاب. نعم.